تعرفه؟ لا امشي كاتريك. جت سليمة. يلا بقى اتكل انت على الله وسيبنا كمل نوم. ايه ده؟ ايه المراوح اللي على قلبك دي؟ المحل كان هيتسرق يا سوني. ده مش حرام يا قرطاس، ده عيل عويل. امشي انت بقى الحق لك الساعتين اللي قبل الصلاة دول. يلا. طب والمحل اللي اتسرق ده؟ ابني خلاص خلاص ما تفوقنيش، قلنا جت سليمة. هنلت ونعجن يا تريكة. امشي انت وانا هرسيك على الحوار بعدين. يلا. بقولك ايه؟ ما تنساش تشكر لي عمك ابراهيم، وملوش لزوم تقول لاخوك. ها ماشي. الو، انت ايه اللي مصحيكي لحد دلوقتي يا دعاء؟ صحيت على رنة الموبايل. هو انت يا بت مش قلتيلي ان انت سبتي الواد المقلوب بتاعك ده؟ طب وعهد الله يا سوني ده اللي حصل. ما تحرفيش بالله كدب يا كدابه. بعتلي عيل سيس يسرق المحل. طب ليه؟ محل ايه؟ طب والله ما اعرف انت بتتكلم عن ايه. والختمه الشريفه يا اخويا ما اعرف انت بتقول ايه. اخوكي مين ده؟ انا لو اخوكي كنت دبحتك. بصي يا قطه، انا كنت شلتك من دماغي وقلت البت خلاص تابت، بس انت مش مساعداني يا دودو، مش مساعداني. تكونيش فاكرة إن الحاجة اللي أنت عايزاها هتلاقيها في المحل؟ لا يا ماما، أنا هقولك الحاجة لو عايزاها قوي ساعتين زمن وتكون عند أبوكي وأخوكي. والنبي يا سوني الله يسترك. طب والله ما أعرف الواد ابن الكلب ده عمل إيه. استنى والنبي استنى، أنا ما عملتش حاجة. أبوس إيدك يا سوني، أنا هلبس وأجيلك حالا حالا. والله والله ما عملت حاجة. أبوس إيدك، هلبس وأجيلك حالا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بخمسة بخمسة بتقام بخمسة. صلاة الجنازة على من حضر من أموات المسلمين. ايه ايه ايه؟ نبقى نقرا له الفاتحة بقى يا تريكة. يلا ورانا أكل عيش. يلا فسيني بقى الحوار. حوار ايه؟ بتاع الفجر، المحل اللي كان هيتقلب ده. ما خلاص بقى يا تريكه، انت هتوجع لي دماغي. قلت لك خلصانه يا عم. انا كل ما اكلمك تقول لي خلصانه. ما تسالش في الحوار ده كتير، انا جبت نهايته خلاص. اقعد بقى. السلام عليكم. صلاه الجنازه اربع تكبيرات. التكبيره الاولى جيب حاجة يا عم سوني. سلام لك يا ريكا حبيبي. يا عم سوني السلام عليكم. عليكم السلام يا ابو. الموبايل ده وقع مني والشاشة اتكسرت. شاشة اس 3 تريكا. وصلنا 16 عليه 800 جنيه يا ابو. ليه كتير؟ ما هو التليفون كله شاشة اصلا. طب يا تريكا معلش خليها عليك المرة دي. الابل يا بنت عم رضا الفران. ما انا عارف يا عم، عشان كده جبت لك من الاخر. لو حتى انا قبلك كنت قلت لك 900 على فكرة. طب ياخدوا الساعة كام؟ بكرة زي دلوقتي. لو النبي حاول تخلصوا النهارده. سلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عايز الخبر للموبايل ده. تريكا مع الاستاذه. امور يا ابني. نعم. عايزه ايه؟ هو انت بعت حاجه؟ فرضك يا سهى. انا ممكن ابص رجلك دلوقتي حاجه. ماشي اعمليها اعمليها. حاضر هعملها هعملها اذا كان ترضيك. بس ما تبعتش حاجه. بطلي محن يا دعاء. انا ما باكلش من الكلام ده علشان بيوجعني بطني. يعني تبعت الحاجه خلاص؟ قول لي، عايزه اعرف عملت ايه عشان اعرف اروح بيتنا ولا ارمي نفسي في النيل. لا، النيل الجميل بتاعنا يا دعاء، مش ناقص وساخه. اتكلي بقى على الله من هنا عشان ده محل اكل عيش، مش هينفع نتكلم كتير. يلا.
حاجة؟ لا ما تشغلش بالك. ثانية 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 بالراحة مالك يا عم؟ يا عم استنى. ده رخم قوي. ما تنساش السجر اللي ورا بقى. سلام عليكم. وعليكم السلام يا حاجة. اوبا على الريتش. ها جبت ريحة اللبس اللي انت عايزاه؟ يا بابا بالراحة يا تريكة. في ايه؟ ازيك يا بلبلة؟ احسن منك يا اخويا. يلا انا هطلع اسخن الاكل. قفلوا وحصلونا مش هنستنى حد. لا ده انا جبت رفحه كله اللي هم الطبيخ ده. الحمد لله على السلامه. ازيك يا عبله؟ ازيك يا سوني عامل ايه؟ يلا قفل وحصلنا. يلا نو ابوك فوق. اه رجع من الصلاه على البيت. طب يلا عشان نتغدى سوا. ماشي. ولا هات الكره دي. عاوزه اقيس اللبس الجديد. هات يلا الكره دي. ناكل قبله وبعدين بيقيسي ولا عايزه تقيسي الاول؟ تيريكا. عليكم السلام. تيريكا. ايه يا ام صباح؟ نهارك قشطه. السلام عليكم. ازيك يا ناصر؟ العده التاتش دي بقى اخويا مش عارفه افتحها. ايوه ايوه عنك عن اهي. العده التاتش دي جديده وكل ما اجي ادوس عليها تطلع لي كلام غريب. صراحه مش عارفه اشغلها. دي عده سمارت يا ست الكل. عشان يشتغل لازم له انترنت وايميل واكونت. شوف ايه المطلوب واعمله. بس انا عايزك تنزل لي كل حاجه. فيس وواتس ونت كله. طب ومكلفه نفسك وشاريه ليه؟ طيب ما احنا عندنا خول مستعمل وانضف من الزيرو. لا معلش اصلها جاي لي هديه من الكويت. ماشي عدي عليا بعد المغربيه خديه. هتلاقي عليه فيس وواتس ونغمات كمان. كله هيتكلف على بعضه 100 جنيه ده غير باقه النت. وخليه عني خالص يا سيدي. 100 جنيه ايه؟ لما اجي لك نبقى نتفاهم في موضوع الفلوس ده. محلك يا ست الكل. ماشي يلا سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من المنطقة دي يا تريكة؟ دي معبير. معبير مين؟ معبير مرات عم صفوت اللي في العمارة عند شيتوس. عم صفوت اللي بيشتغل في شركة المية. ايوه هو ده. قفل بقى عشان نطلع ناكل. يلا. ايوه انا لوير يعني اسف. عنك انت يا عبد عنك. امسكها بالمساك احسن سخنة. حاضر. عملت لكم مكرونة. لا خفيف يالا. السلطة. يلا يا نور. تسلم ايديك يا بلبل. تسلم وتعيش. مين هياكل مكرونة ومين هياكل محشي؟ أنا عايز محشي. ماشي. خد يا حاج. ماشي يا حبيبي. مين بقى الحرامي اللي كان عايز يسرق المحل ده سنة؟ لا ده عيل سيس كده ما حصلش أي حاجة الحمد لله. عيل. في إيه يا عم؟ عم إبراهيم هو اللي قال له. كمان ما كناش لازم نعرف ولا إيه؟ أنا كلمت تسود صبري وهو هيجي لنا النهاردة على المغرب علشان يشوف الموضوع. ملوش لزوم يا عم جمال جت سليمة. ملوش لزوم وجت سليمة؟ أنا مش عارف أنت إزاي طالع عكس أبوك خالص. إذا كنت أنت ولا البيل اللي ماشي وراك ده. ده أبوك الله يرحمه كان يقفل المحل معايا وما كملش خطوتين ثلاثة إلا ويرجع يتبت على الإقفال تاني. أبوك شكله كان عنده وسواس قهري يا سن. أنا اللي أعرفه اللي كان عنده التهاب رئوي. ولك كلب ولك كلب كلكم. يا نوري يلا. تا 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 تا. إيه رأيكم؟ أوه أوعى البرويتا. قمر. إيه رأيك يا جد؟ حلو حبيبي اقعدي اتغدي بقى. غسلت إيدك قبل ما تاكلي يا نور؟ أه غسلتها امبارح. لمدة لمدة يعني. بقول لك إيه صحيح؟ صاحبك جاي اللعب النهارده ولا امن على حد؟ لا هيجي. يا استاذ سمير. في حد من ده عليك؟ استاذ سمير. ايه يا دوده في ايه؟ في واحد هنا عايز. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. طب اطلع اتفضل. لا معلش عشان مستعجل كنت عايزك خمسه. طب ثانيه انزل. انا شويه جاي. راح فين؟ جاي. خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا جاي لك من طرف حامد هو كان عايز يشوفك ضروري. حامد مين؟ حامد صاحبك. مش انت ليك صاحب اسمه حامد رفعت؟ عاوز يشوفني فين؟ عايزك تروح له السجن ضروري. هو رجع السجن؟ امال يكون راح فين يعني؟ هو اللي قال لك كده؟ يا سيدي انا من السيال انا ما اعرفش مين حامد ده اصلا. كل الحكايه لاخويا بعتني العنوان ده عشان اجي ابلغك ان حامد عايز يشوفك ضروري. طب هو امتى الزياره الجايه؟ انت ما تعرفش هو مسجون فين؟
عامه بتصل بيه ما اعرف الزيارات امتى وبروح له. تمام، شكرا، السلام عليكم. شاكين يا اخ. السلام عليكم. عليكم السلام. عندما يأتي المساء صب دور تاني يا عمنا. لا كفايه كده، بطننا اتملت. بتعمل ايه؟ مش هنعرف نجري. ما ينفعش، اللي ينزل في الاخر هو اللي بيحاسب. ها يلا ارفع. الف هلا وشفا ابو سمره، صحه وعافيه. يلا بقى عشان اكتر من كده مش هنعرف نجري في الملعب. بيكا سوري 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 سوري. تعالى تعالى. سبعة لمين؟ واحد امك يا اخويا. طب والله العظيم سبعة على الابيض. امال عايزينها كام؟ ايه ده 6 5 يا اختي حلوة، والخامس ده جبتوه منين؟ خلاص خلاص يا جدعان، عايزينها كام يعني؟ خلاص يا رجالة خلاص 6 4 ماشي. لا هنحور ولا الله. ها يلا يلا سمير. يلا يلا. ايه يا ابني انت حمار؟ ايه يا جماعة في ايه؟ معلش في حد بيلعب كده؟ انا تمام. ما قلنا بلاش لعب الغباوه ده. وين انا لاعب على الكره يا سمير؟ في ايه؟ كره اللي انت لاعب عليها. ايوه لاعب على الكره، اللي ملوش في اللعب ما يلعبش. طب استحمل بقى يا عم الضرب. بس بس في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ بس بس خلاص يا سوني. صاحبك غلط يا سوني. صاحبك غلط يا سوني. بتلعب ازاي وموقع الراجل وبتلعب؟ انت خنزير. بس خلاص يا وزه خلاص. في ايه؟ خلاص يا جماعه هي خلصت كده. يلا وادي كوريكو اهي. الواد ويزا ده غبي، لو جبته يلعب معانا تاني انا هزعله. انا بقول لك اهو تريكات المويه اللي عندك دي. سمير يلا يلا. سلام شباب. ايه ده يا ده رايح فين؟ طب خد لحاجتي معاك. ماشي. طب ما تاخدنا طب معاك في طريقك، ده احنا فرقه واحده. كريم صاحب في حاجه؟ خير خير. ايه اللي حصل؟ من امتى الكلام ده يا مريم؟ وصل كام؟ طيب ابعتي لي ريبورت بورصة نيويورك وشوفي لي حاجة ألبسها. عندك؟ كويس. طب هشام وصل؟ بقاله كتير؟ لا لا أنا في الطريق. طيب اعملي اللي طلبته منك. في الريبورت اللي بعته رايف من الاي تي بيقول ان المعلومات اللي اتسربت يا اما من حد من الحكومه يا اما من البورد عندنا. ما طبعا هيقولوا كده.
حضري لي ملف استحواذ الباسيفيك انترناشونال. اوكي. ابو سمره، ازيك يا حجاج؟ السلام عليكم. بقول لك ايه، هو ايه الموضوع؟ مش عارف والله، شكله حوار كبير. هشام كان متربع على الاخر، الباشا الكبير كلمه 3 مرات واحنا راجعين في الطريق. الله كريم. تعالوا صب لك شاي. لا انا هطلع قهوه بره شويه. لو احتجت حاجه انا جنبك. الميتنج ده من غير موبايلز، سكيورتي ميجرز. مش فارق معايا التسريب حصل منين، نحل المشكله الاول. لو بورصه لندن فتحت الصبح من غير ما نلاقي حل، سهم جلوبال لوجيستكس مصر هيفتح على دروب كبير. التقارير بتقول ان اسهم المجموعه بكره هتنزل من 25 ل 30%. معنى كده ان احنا محتاجين نلاقي حلول سريعه. ها يا دكتور نبيل، مكتب الوزير بيقول ان الميل ما خرجش من عنده. مش هينشروا تكذيب؟ تكذيب لا، الخبر حقيقي. هيقدروا يعملوا انهم يقولوا ان المفاوضات لسه هتتحسم امتى. انا بفكر ان انا نفك الوديعه المخصصه للازمات، ومع فتح السوق بكره نبدا عمليه شراء كبيره، نرفع بها سعر السهم لحد ما نلاقي حل مع الحكومه. مستر هشام، انا شايف ان موضوع شراء الاسهم ده حل مسكن. عندك حل تاني؟ نبعت مصارحه للبورصه ونوافق على رخصه الباسيفيك، وبعد كده نعمل مؤتمر صحفي. الحل ده مش مطروح للنقاش. حد عنده حل تاني؟ يبقى بكره نبدا عمليه الشراء على طول. الو؟ اديني اكرم. اكرم، مستر كامل. انا مستر كامل. اشرح لي الحل اللي قلته لهشام. السلام عليكم. عليكم السلام سمرة جبل. ازيك يا عم يونس؟ ازيك يا سمرة؟ ايه اللي معادك في البرد ده؟ جبت تولفت عليه. وانت ايه اللي منزلك؟ النهارده الجمعة. والله ما انا عارف. شايك. تسلم. ما انتوا اهل كرم، هم اللي نزلوا مني مراكبية ليه؟ شوف الدشناوي ده عمنا؟ ده الشيخ عيون ابو عامر من بيروت. تسلم عيوني. زانق روحك انت مع الكبارات. وجبلي عمرانه. مين قال لك كده؟ انا عندي حاجات انت ما تعرفش عنها حاجه. عندك ايه؟ من يومين كده وقعت على النت على تسجيل قديم، ليله في قص سنه 83 او 84. مدد فينه؟ هجيبه لك مع انه باك جاي. متنساش عيونه. احنا ما خدناش الرخصه دي من الاول ليه؟ احنا قبل ما نقدم طلب للحكومه كنا قدمنا طلب استحواذ لرخصه باسيفيك، بس البرايس اوفر اللي قدمه كان اغلى 15%، بس انا شايف خساره 15% دلوقتي افضل من الخساره اللي انا اتعرض لها. وشام رافض ليه؟ عشان هما منافس قوي والديل بيديهم ادفانس علينا. شكرا يا هشام، اتفضل استريح. اكرم هيشرح لكم الحل اللي انا وافقت عليه. ببساطة احنا هنبعت مصارحة للبورصة ونوافق على رخصة باسيفيك مع الزيادة لل 15%، وبعد كده نعمل مؤتمر صحفي.
قول لي يا سمير، هو انا بعرف العب كوره ولا ماليش فيها؟ ماليش فيها. ماشي يا سمير. تاني يا نايلة، تاني. في حد يشوف فيلم 150 مرة؟ مش عارفة بقى، بحبه. ده كرتون، كرتون يا نايلة. بنتك لو شافتك هتضحك عليكي. بتقول على ورق كده؟ لا مفيش، وقعت في النادي. طب استنى ما تلبسش. بصي يا نايلة، رايح فين؟ مش هتنام دلوقتي؟ لا، نام انتي. انا هشوف بورصة لندن هتفتح علي. تصبح على خير. النبي على الكفته. خلص يا اسطى، خلص دوس اكس. خلاص يا عم في الوقت الضايع. اخوك جه، هروح اركنه. وقف يا حبيبي. انتوا لسه فاتحين ليه؟ قاعدين يا عم مستنيينك لحد ما تيجي. خير؟ في ايه؟ مش عاجبني انت من اول الصبح، دماغك مقلوبة. مين بقى ده اللي جالك على الغدا؟ مرسال من حامد، عايزنا نروح له السجن. حامد؟ وده ايه اللي فكروا بيك ده؟ وعايز ايه؟ ولا اعرف. اخر مرة شفته كانت من 6 سنين. انت يا ابني مش قايل لي قبل كده ان هو لسع باين وودوه مستشفى السجن؟ ايوه، انا من ساعتها ما اعرفش عنه حاجة. سنة طب روح يا سمير، روح. هنعمل ايه يعني؟ هتقعد تضرب لي اخماس في اسداس وتشيل الهم من الفكر؟ روح، ويا خبر النهارده بفلوس. عندك حق هلبان، انا رايح هناك. طب استنى، عايزك. في ايه؟ كنت عايز ارغي معاك في موضوع كده، يعني بقى لي فتره بس. في يا سوني؟ مالك ما تتكلم. عبله،
عبلة سمير. مالها عبلة؟ أنا عايز أتقدم لها. عبلة؟ أنت عايز تتجوز عبلة؟ ما الحكاية دي خلصت من زمان يا سوني. احنا كان لعب عيال. من زمان كنا صغيرين ودلوقتي وضع تاني يا سمير، في ايه؟ ايوه بس دي عبلة يا سوني. جرى يا سمير، هو انا مش قد المقام ولا ايه؟ يا اخي مش قصدي والله، والله ما قصدي. بس انا استغربت يعني اللي انت بتقوله. وبعدين يا سوني ما انت عارف هي لسه خارجة من ايه؟ يا اخي والله ما قصدي اضايقك. طب انت عايز نعمل ايه؟ عايزك تتكلم معاها يا سمير، بس عايزك تتكلم معاها وهي بتسمع كلامك. حاضر يا سوني، ربك يدبر. تصبح على خير. انت من اهلي. قفل بقى. كم اللعبة ولا ايه؟ لا داخل السيما. جاي ولا مروح؟ روح. جاي طبعا. الحمد لله انت عامله ايه يا وحشتني جدا جدا.
شفت الواد بتاع امبارح يا وش؟ يا نهار اسود والله. هو انت كل يوم يا اسامه كده امبارح واول امبارح كل يوم في شغل صح؟ الو يا حبيبتي صباحيه مباركه يا عروس. الله يبارك فيك يا حبيبتي. شوف انت عايز تعمل ايه في الشقه وانا تحت. لا والله يا بنتي ما غسلنا. عامل ايه؟ عاريه ماما. الله 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 لا انا ما بتعشاش عامله دايت. وبعدين لي بوسه فكك يا سعيد. طب اي حاجه انت بتسمع ايه؟ ده عباسط. الله بحبه. لا عبد الباسط بطل سفاله. عبد الباسط يا بنت اللعيبه على قديمه فيكي. عندك اديني قلبك. اديني قلبك. طب ابعتها لي. ابعتها لها سعيد. لا النهارده رحت نزلت الواتس على الموبايل الجديد. بجد؟ اه والفايبر. ليه؟ بقول لك الفايبر. عندي يا اسطى كله كان عندي. النت والفيس والواتس كله يا سعيد. كله يا سعيد. واديني قلبك وخد قلبي. اديني قلبك وخد قلبي. اديني قلبك وخد قلبي. اديني قلبك وخد قلبي. كله سعيد.